محمد، اللهم صل على محمد وآل ثاني يغفر الله لكم، اللهم صل على محمد على حب الزهراء ثالث بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى النبي لليل الانتظار غدو. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. مولاي مولاي يا فرج الله، عجل فديناك، فالأحشاء والهة لعلنا من عداكم نبلغ الإرباء وننظر العادل منشورا بدولتكم، وفي عداكم غراب البين قد نعبا. بكل الجرى تدري شعدد من مصايب، من غصب حدار للطفوف ام النوايب، والشيعي قلبه بحزن متقطع وذايب، يجذب الحسرة ويهتف ما حد يجيب. سيدي تنسى يا ابو صالح، ابوك حسين من طاح راس انقطع، وتلاقفوه بزان وارماح، هجموا على خيام الاعادي وبن سعد صاح، هجموا على حريما ذبح لث الحريب.
مولاي مولاي يا فرج الله، زلزل الكوفة وكربلة وانسف الشمايات، وانشد عن الوقفة بدروازة الساعات، وقل لفرات حسين يمك بالعطش، مات ما يكله خليه بد ما يجري صبيب، وانشد هل الشامات علي شهروها، وبوسط مجلس باليتامى وقفوها، يعرفون جدها وياه يمها ومن أبوها، وياهم اخوتها ومن هي التوقف غريبة. مولاي عجل ولا تنسى غريب الغادرية، والجثة اللي رضضتها لا عوجية، والحارة اللي دخلت المجلس هدية، مات النساء زينب وياها النساوي، الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. سعادة مطلب بشري نبيل يسعى إليه كل فرد من أبناء المنظومة البشرية، كل يتمنى أن يعيش حياته هادئة مطمئنة بعيدة عن الآلام والغصص والمشاكل. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في المقام، ما هو معنى السعادة؟ هذا سؤال لو طرحته على الناس لحصلت على إجابات متكثرة بعدد الأشخاص الذين تسألهم، كل يعرف لك السعادة بحسب مطلبه ومشربه ومذاقه الخاص. بعض يرى أن السعادة في الحصول على اللذة، آخر يرى أن السعادة إنما تكمن في الحصول على الصحة والعافية، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمن. بعض يرى أن السعادة في الحصول على الصديق الوفي المخلص الذي يكون عونا وسندا، كما يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي في الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت فجسمهما جسمان والروح واحد. آخر يرى أن السعادة في الحصول على الزوجة الصالحة المطيعة. بعض يرى أن السعادة في الحصول على الأموال، وهكذا كل من تسأله يجيبك. والحال أن هذه كلها ما هي إلا مقومات للسعادة، وليست هي حقيقة السعادة أبدا. هذه كلها مقومات،
ولا يمكن لأحد أن يجمعها. هذا من المحال. تفاوت، خلقناكم أطوارا أشتاتا، ما ممكن واحد يجمعها كل هاي المقومات. لو حصل على علم وحصل على أموال وحصل على صحة زوجة، يمكن في البيت تنكد عليه معيشته، تنغص عليه سعادته، ما ممكن لأحد أن يجمع. ولو فرضنا جدلا، وفرض المحال ليس بمحال، أن شخصا قد اتسقت له الأمور واعتدلت له الحياة فجمع كل مقومات السعادة، هم علم هم أموال هم زوجة صالحة، يكفي أمرا واحدا في هذه الحياة، وحقيقة ثابتة لا بد منها. إذا يقعد هالإنسان يتفاكر بينه وبين نفسه لخمس دقائق في هذه القضية الحتمية المصيرية التي ستفجأه في يوم من الأيام، تنهدم لديه كل آماله، وتتحطم لديه كل شهواته، وتنلغي كل سعاداته، ألا وهو الموت الذي لا بد منه. واحد يقعد يعني يصفن، يقول هاي نهايتها، هاي آخرتها، هالحفرة الضيقة. وكما ورد عن مولانا كريم أهل البيت سلام الله عليه حسن المجتبى، حين مر ذات يوم على قبر من القبور فتوقف عنده وأشار إليه قائلا: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. أي نهايته؟ راح يشيلوني مجردا من كل شيء. تبالله عليك هالتعبة، 50-70 سنة مدوق حالي، باني البيت وجايب السيارة ومنجب الأولاد ومجمع الأموال، وأخير راح أطلع من هاي دنيا صفر اليدين، كل شي ماكو، وإيش هالحياة؟ أي سعادة هذه التي يتكلم عنها الناس؟ أهي وهمون خيال، أم أن في المسألة سر يحتاج أن نكشفه؟ خلنا ننظر لرأي العلماء أول، ماذا يقولون. أرسطو أبو الفلسفة اليونانية يعرف السعادة بأنها الخير الأعلى والكمال المطلق. وأكو تعريف آخر أيضا عند فلاسفة اليونان، بأن السعادة هي وصول كل كائن إلى كماله الذي قد تهيأ له. وكلا المعنيين يصبان في بوتقة واحدة. هناك نقطة كمال، والسعادة إنما هي بالوصول لهذا الكمال الأعلى والخير المطلق. تجي تقول لي هذا الذي يساهر الليال طالب العلم، قل أنت سعيد في حياتك؟ لا، ولا أنال سعادتي إلا بالوصول لذلك المستوى الراقي من العلم، بعدين أنال. علمت ما علمت تبقى جاهل في محضر الله عز وجل، وأنت في حقيقة الأمر إنما تنشد كمال المطلق في الوجود وهو الله عز وجل، وطالب الغنى وجامع الأموال هو في الحقيقة يسعى للغنى المطلق، لأنه ملك ما ملك، كنز ما كنز، يبقى فقير حقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وطالب القوة وطالب الجمال
وكل طالب كمال في هذه الحياة هو في حقيقة الأمر إنما يسعى للكمال الأعلى، يعني يسعى لله عز وجل. كل البشر في حركة تصاعدية دؤوبة مستمرة نحو الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وإن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل البشر هم في الواقع ينشدون السعادة، إذن فهم ينشدون الوصول إلى الله عز وجل، والسعادة إنما هي بلقاء الله سبحانه. هذا هو حقيقة السعادة. أما لذائذ هذه الحياة فما هي إلا لذائذ مؤقتة مضمحلة منتهية. اللذة الحقيقية هي لذة القرب من الله والوصول إليه، وهذه الأمور كلها توصل، إلا إن كانت غير موصلة إلى الله فإنها حجب موانع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هي تكون حجب مانع. قد يكون ولدي حاجبا، قد تكون زوجتي، قد تكون أموالي، حجب موانع، حجب نورانية أو حجب ظلمانية، هذه إنما هي وسائل للوصول إليه سبحانه وتعالى. هناك تظهر السعادة وتتجلى بأجلى صورها. يوم يأتي، شوف سورة هود المباركة، فرقت قسمت. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. خشوع صمت مهيب ذلك اليوم، ما حد يتنفس. خشعت الأصوات للرحمن. فمنهم شقي وسعيد. قسمت الآية البشرية إلى فرقتين، سعداء وأشقياء، وبدأت بمن؟ بالأشقياء. لماذا؟ لكثرتهم، ما أكثر التعساء في هذه الحياة الدنيا. فأما الذين شاقوا، من هم الأشقياء؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: ألا وإن الشقي من حرم غفران الله. أي الشقاوة التي ما بعدها من شقاوة؟ قضية مو خسارة فلوس، لو صفقة تجارية، لو مشكلة مادية، لو لا لا، خسارة الحقيقية الشقاوة الحقيقية هي هذه. وعلى حد تعبير المناطق تعرف الأشياء بأضدادها. إذا عرفنا الشقي هو من حرم غفران الله ورضوان الله، نعرف السعيد والذي ينال الرضوان، يكون هدفه وهمه في الحياة رضا الله عز وجل، يكون الله راضي. ولا أبالي حينها بفقر أو غنى أو مرض أو صحة. يقول لي أيهما أفضل؟ شو تحب أكثر، الحياة لو الموت؟ هل بعد هذا واحد يسائل الغنى أم الفقر؟ حتى الأطفال تجاوب الصحة أو المرض. قال لا، أكو بعض ناس فاطنين، يعني عندهم نباهة. قال الإمام ما قاعد يتلاعب في الحكي، أكيد عنده شيء يريد يوصل إليه. دار وجهه للإمام الباقر سلام الله عليه، قال له سيدي أنت شو تقول؟ أيهما أفضل عندك؟ قال أيهما اختاره الله لي فهو خير لي، أنا لا أعلم. فإن اختار لي المرض فهو خير، وإن اختار لي الصحة والعافية فهي خير. إن اختار الغنى أو اختار اختار الحياة أو اختار الموت فهو الأدرى والأعلم بما يصلح لي وبما هو خير لي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار، ذل الأشقياء، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. نسأل الله عز وجل بحق صاحب الزمان أن يرزقنا الجنة.
ويجعلنا في زمرة علي وآل علي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذه السعادة التي ينالها بعض الأولياء. هنا تظهر بعض نكهات بعض رشحات لأولياء الله عز وجل. متى؟ في أوقات السحر، في لحظات المناجات، لذة لا تعدلها لذة في الوجود. يقول عنها مولانا الصادق سلام الله عليه: لو أعطي المؤمن الدنيا بما فيها يملكون على الدنيا في سبيل أن يترك ركعتين في جوف الليل لما قبل ذلك. يقول لك روح شيل دنياتك عني، لما يجدون من لذة وحلاوة في مناجاة الله وقربه. هاي تدري سعادة توقف على قدميه، شيبة طاعن في السن، ممكن شفتونه 120 سنة ما يقدر يقوم، حتى سمعه ثقيل. إذا تريد تتحكي لازم ترفع صوتك، لكن من يجن الليل يقف على قدميه يصلي صلاة الليل، يقوم بورده إلى أن يصل إلى ركعة الوتر. ماذا يقرأ؟ دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء أبو حمزة الثمالي. هاو نقول بعد دعاء كمين لا يعدله دعاء صحيفة السجادية. يبقى لي ساعة وشي، إذا شباب يقرأ سريع سريع، مو واحد شيبة 120 سنة واصل. دعاء أبو حمزة سنة سنتين 40 سنة كان آية الله العظمى الشيخ محمد علي الآراكي رضوان الله تعالى عليه، أحد فقهاء في قوم المقدسة، 40 سنة في أواخر حياته الشريفة مداوم على قراءة هذا الدعاء. شي وقفه غير جذبة، أكو مغناطيس يشده. هاي لذة ما حد يدري عنها إلا الذي ذاقها. يقول ما تقدر توصفها، هذا الشعور هذا الإحساس اللي يخليه يوقف على قدميه. لذة المون مو كل دعاء دعاء، خل شوي نبدل نغير دعاء. هاي لغة منه المحتاجين الفقارة يرفعون أيديهم يطلبون يا الله يا الله. لا حين بدل شوي، أخذ لغة المناجات، بدل عن الدعاء شوي غير. لغة المناجات يعني لغة العشاق، واحد قاعد ويا معشوق يتكلم. شوف مناجات زين العابدين سلام الله عليه، إذا قاعد يقرأ إليها يعني رونق آخر، إليها مزة، إليها نكهة تختلف عن لذة الدعاء. المناجات مع الله عز وجل هاي سعادة، لذة تخلي ما يحس بشيء الإنسان أبدا، يبذل كل شيء في سبيل الله، يتقطع حتى السيوف لا يحس بألم رماح بطعن أسنة أبدا، يعتفر بكلتا يديه ورجليه على التراب، لكنه يرمق السماء بطرفه: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، أيتمت العيال لكي. كل شيء يقول ما أريد، فلو قطعتني. هذا موضع الشاهد حب، شوف الحب هذا شلون. واحد يقولون إذا يحب يفدي روحه في سبيل محبوبة، يقول إيه أنا خلها تروح روحي ما عندي مشكلة. الحب عشق الله عز وجل. تريد تشوف هذا العشق الحسيني؟ قد دعاء عرفه، شوف هالكلام هالكلمات هاي من قلب. من يقدر يجيب هالتعبيرات يحاكي الله عز وجل بهذا الأسلوب الراقي بهذه اللغة العالية؟ هذا العشق الحقيقي، هذا الحب الصحيح، هذه السعادة الحقة. فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. لذا صار موضع عناية الله، صار رحمة يا رحمة الله الواسعة. الحسين صار موضع استجابة الدعاء، شوف الله يغير حتى التربة مالته يسويها دواء شفاء، حتى التراب تراب إن تربة جدي الحسين شفاء لكل داء. اللي حملوا قضية الحسين وحفوا بهذه القضية أيضا نالوا هذه الدرجة. شوف شالت الهم، شالت القضية، تقول يا ليت عندي من الولد 70 واحد كلهم أوديهم كلهم. لا
لكن ما الله أعطاني إلا هاي الأربعة. يلا روح. وما أريد واحد يرجع قبل الحسين، وظلت عادة تصفق بكف على كف تترقب الأخبار تنتظر متى يرجع الغياب. إلى أن سمعت تلك الصيحة في وسط المدينة، صرخة يا أهل يثرب، هاي وش سوت هالصيحة؟ هاي قلبت المدينة رأسا على عقب، خلتها مثل السفينة تتلاطم بها أمواج البحر. سمعت بتلك الفاجعة فجاءت إلى أرض البقيع، صورت لها قبوراً أربعة، صفت أولادها أربعة قبور وأمامهم قبر خامس، واعتبرتها هذه قبور أولادها وهذا قبر الحسين. تجي تقعد عند شاهد قبر الحسين وتندب ليل نهار، حسين حسين. هاي لها مكانة، هاي لها شأن عظيم، اللي فدت كل شيء في سبيل الحسين سلام الله عليه، حاشا لله أن يخيب أحدا لجأ إليها بطلب أو حاجة. نحن نسأل الله عز وجل يوم جمعة استجابة الدعوة بحق أم البنين وجاهها وشأنها وحرمتها ومكانتها عند الله عز وجل، أن يفرج عنا جميعا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات، يشافي مرضانا وأمراضنا، يعافينا ويعفو عنا، ويقضي جميع حوائجنا للدنيا والآخرة، بالخصوص هذا المولود المبارك. سأل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوفيق والرشاد، وأن يجعله على خط الهدى وعلى محبة أهل البيت سلام الله عليهم، ويقر عين أبيه وأمي به. بحق أم البنين ابتغوا لله الوسيلة، يقول بكل أمر يا مسلمين، وتنقضي كل الحوايج بالنذور لأم البنين. هذه من باب الحوايج راعي الغير العطوف، هذه يم عباس راعي الزود مقطوع الجفوف. يلا وجه فادك الطيبة والمدامع للطفوف، وتنقضي كل الحوايج بالنذور لأم البني. يلي تشكي من ألم دنياك ومن جور الزمان، للمدينة بالعجل بأحزانك اقصد بالضعن، اقصد معباس وحلفها بضلع أم الحسايا، وتنقضي كل الحوايج بالنذور لأم البنت. لازم بضلع البتولة تحلف أم الأربعة آية، وغربة حسين وعطش كبدة يا ويلي ومصرعة بعد، وبفجيعة زينب اللي سلبوها المقنعة آية، وتنقضي كل الحوايج بالنذور لم هذه يوم عباس وافي الباس راعي المرجلة، شال من عزم حمل الجبال ما تتحمل. اسمع ومثل قبر حسين قبره صار كعبه بكربله،
وتنقضي كل الحوايج بالنذر لما البل. آخ ارفع جفوفك بلهفة قل إلهي بجاه أم البنين. ارفع جفوفك بلهفة من توصل للبقيع وانت حب واذكر قبل لا تنذر الخطب الفظيع واسأل الله بجاه من ذبحة وعلى صدره الرضيع وتنقضي كل الحوايج بالنذر لم البن. من توصل عد قبرها اذكر عليها شجرة من وصل لها خبر عباس سبع القنطرة وطاح من عظم الرزية الطفل منها على الثرى. تنقضي كل الحوايج بالنذر لم واللي وده يحتضي بصك الشفاعة في الحشر لازم دموعه على المظلوم بالدم تنهمر وينذر بأم البنين اللي بيها ما يخيب النذاير. تنقضي كل الحوايج بالنذر لم اوالي اوالي من وصل طيب بشر ينعى اجت له بالنحيب صاحت اسأل يا بشر عن مهجة الزهر الغريب واني غير حسين ما عندي وسيلة ولا حبيب. تنقضي كل الحوايج بالنذر لا أمل نادت لا تهيجون أحزان قلبي يا مسلمي راح وأولادي لا يا تسمون أم الابني لو راحوا اثنين وعلى ردوا اثنين بلشت عليتهم زفرتها المقات نادت الحورة راحت أم الأولاد وخلت عليها القلب بالأحزان وقع قوم بعجل خلاني شيعها يا سجى والله يصبرنا على فقدك يم الابني. ويك لا تدعوني بأم البنين تذكريني بليوث العرين أربعة مثل نسور الربا واليوم أصبحت ولا من بحق أم البنين. إلهي بحق قمر العشيرة نقسم عليك يا الله هذا اليوم بكفي أبي الفضل العباس ألا ترد أكفنا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وفك قيد أحبتنا. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وانتهك حرمتنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه محمد وآله سراج الظلمة.
جماعتي الحاضرين والمؤسسين، اللهم احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، بالخصوص إلى روح أم البنين، رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.